لا، يريد تأخذ العلم، تراجع العلم، تعمل به، تدعو إليه، تدافع عن العامل، تدعو لهم في ظهر الغيب. الحق السادس مع العلم هذا الذي تتعلم، لابد أن تحافظ على هذا العلم بالمذاكرة بالمراجعة بالعمل بالدعوة، تصبر. إذن حقوق ستة، مع نفسه ومع المكان ومع زميله ومع كتابه ومع شيخه ومع العلم. هذه حقوق ستة لابد أن تؤديها. الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام. السلف الصالح كانوا يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقن أنت الآن قراءة الفاتحة. اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى النبي أفضل الصلاة والسلام. كم له من العمر؟ كم؟ لا حد يتكلم. 63 سنة. منها لا حد يتكلم. منها 40 قبل النبوة. 23 نبيا ورسولا. هل هو نبي أو رسول؟ نبي أو رسول أفهم. إنتم بدون أنا ما أركب أزمان. هو نبي ورسول. النبي نزل رسوله. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول. حالني رسولته يا أيها المدثر. وأول ما نزل عليه وهو نبي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول سورة العلم. أول يكون نبي تومه يقرأ تبر. إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى العرب، إلى قريش، إلى أهل الجزيرة العربية. بعث إلى من؟ إلى الثقلين. الجن والإنس. ما معنى هذا الكلام؟ أن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر، مخلد خلود أبدي في النار. يهودي، سواء كان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو على أي ملة، عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كل شريعة كانت قبل نسخة. وهذا كاذب الذي يقول أنه يتبع عيسى عليه الصلاة والسلام بعد موت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتبع حقا لعيسى عليه الصلاة والسلام لابد أن يؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام. إذن عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كل شريعة كانت قبل لا تقبل إلا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل في آخر الزمن يحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كاذب مخادع الذي يقول اليهود والنصارى أنتم على الحق.
غاش لهم لا ينصح لهم. تقرأ الفاتحة؟ ماذا تقول في الفاتحة؟ في كل يوم تقرأ الفاتحة أكثر من 17 مرة، إيش تقول؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم. وتقول يا رب لا أريد أن أكون من الذين غضب الله عليه ولا من الضالين، لا من اليهود ولا النصارى. وكيف بعد هذا تقول اليهود والنصارى على دين حق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى ماذا يدعو؟ يدعو إلى التوحيد. يعني الذي لا يدعو إلى التوحيد هذا ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر عن الشرك.